الوطن. أخواني الطلاب وأخواتي الطالبات، ما يخفى عليكم فائدة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة على التفكير والاستيعاب. نبدأ التمرين الأول، تراين أمام صدر. تمرين ابتدي، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3، قف. درايم في الوسط، فتح القدمين، لف الجذع لليمين 4 عدات ولليسار 4 عدات. تمرين مع بعض، تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، قف. من الوقوف، تمرين أمام جنب أمام تحت. نبدأ التمرين مع بعض، 1 2 3 4، أمام جنب أمام تحت، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. من وضع الوقوف أثناء ثبات الوسط، الانتقال خطوة لليمين ثم العودة للمنتصف، ثم الانتقال خطوة لليسار العودة للمنتصف. التمرين باستمرار، تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، قف. من الوقوف، فتح القدمين، اتساع الحوض، وضع الذراع اليمنى في الوسط والذراع اليسرى فوق الرأس، رفع الضغط 4 عدات جهة اليمين، ثم التبديل والضغط 4 عدات جهة اليسار. تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحبابي أبنائي وبناتي، في حصة دراسية جديدة ندرس فيها آيات من كتاب الله، لكن اليوم بإذن الله تعالى سنراجع ما حفظناه في السابق. اليوم معنا مراجعة سورة الحديد، وفي السابق راجعنا أيضا سورتين من سور الحفظ وهما، نعم أحسنتم، سورة الرحمن وسورة الواقعة. بارك الله فيكم. قبل أن نراجع حفظ هذه السورة، كما تعودنا لابد أن نلقي الضوء على الأهداف والتنبيهات اليومية. كونوا معي. الهدف الأول، وهو دائما نتحدث عنه، وهو التأدب بآداب القرآن. الهدف الآخر، وهو أن يتمكن طلابنا وطالباتنا من حفظ السورة مع مراعاة
ضبط الحركات وكذلك التجويد. تنبيه إلى ماذا نتنبه؟ يلا إلى ماذا نتنبه؟ تفضلي. نعم ممتاز أحسنتي. نعم إلى تعظيم كلام الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل في حفظ وتلاوة القرآن، الحرص على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مع البسملة، التأني والتمهل أثناء تلاوة القرآن، احترام القرآن وعدم التشاغل عنه، تدبر الآيات والتفاعل معه. جدول التصويب، في السابق دائما كنا نتحدث عن الفرق بين الرسم العثماني والرسم الإملائي، فعلى سبيل المثال هنا الكتاب لاحظوا معي بالرسم الإملائي هكذا، لكن عندما نعود للمصحف كيف تكتب؟ كما ترون بألف صغيرة على التاء، وهنا بالإملاء هكذا الكتاب. طبعا هنا مقداره حركتين كمد طبيعي. منافع، لاحظوا كيف تكتب، لاحظوا منافع هنا الألف الصغيرة، هنا الألف الصغيرة تكتب هنا، هكذا منافع. إذن منافع بالألف الخنجرية في الرسم العثماني وبالإملاء هكذا كما تشاهدون الآن. واضح؟ هذا هو الفرق بين الرسم العثماني كمراجعة والرسم الإملائي. هذه هي السورة التي سنراجع حفظها لهذا اليوم. لاحظوها معي. ابتدأت طبعا بماذا؟ ابتدأت بتسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عما لا يليق به. يكثر الخطأ دائما هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض. طبعا لماذا ذكرت هنا يحصل خطأ؟ لأن دائما يعني يحصل إشكالية مع البعض أثناء تسميع السورة فيضيف كلمة أخرى هنا بسبب ماذا؟ عدم الضبط مع الآيات في سور أخرى. دائما أسمع يعني في الغالب يحصل هذا الخطأ هنا بإضافة كلمة بسبب التشابه، فنضبط دائما في الحفظ، ننتبه ونحن نحفظ الآيات. لو سألتكم هنا ماذا يقصد بهذه العلامة؟ وقبل ذكر المقصد من هذه العلامة أريد من أحدكم قراءة هذه الآية. يلا. نعم تفضلي. نعم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. أحسنتي، انتبهت للياء الصغيرة، هنا حرف ينطق، يحيي ينطق هنا الحرف ولا يتجاوز عنه. بارك الله فيكم. ما نوع الحكم هنا؟ يلا. إذا كان هنالك تنوين وبعده حرف العين، ما نوع الحكم هنا؟ تنوين بعده حرف العين. تفضلي. أحسنتي، بارك الله فيك. اظهر، استمعوا معي الآن إلى الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإصغاء للآيات. هذه الآيات لاحظوا معي، وضعت بعض العلامات على بعض الأحرف وبعض الكلمات. هنا سؤالي يقول في هذا: ما حكم تفخيم وترقيق الراء؟ ضبط التجويد مهم جدا من أجل أيضا تحسين الحفظ وإتقان الحفظ. هنا لاحظوا أمر الله، فكثيرا ما يحصل الخطأ في نطق الراء. أمر الله، نعم تفضلي، أحسنتي، مفخمة. لماذا؟ لماذا؟ نعم عليها ضم، عليها ضم واضح. أمر، ما أقول أمر، أمر الله هنا. وغركم بالله الغرور، أيضا الراء هنا في غركم والغرور. نعم ممتاز، أحسنتم، مفخمة. إذن لاحظوا أمر الله، غركم بالله الغرور، من الذين كفروا، كل هذه الراءات التي نراها مفخمة. أيضا هنا الأرض مفخمة وليست الأرض، الأرض مفخمة. لدينا تفخيمين في الضاد وفي الراء أيضا، فننتبه إلى ذلك. هنا لاحظوا معي، هنا في الآية 15: وبئس المصير. وبئس تنطق الهمزة، فننتبه ونحن نراجع الحفظ إلى ضبط الحركة. طيب، من يقرأ لهذه الآية؟ هذه الآية تؤثر في القلب، هذه الآية تؤثر في القلب. من يقرأ لبدايته؟ تفضلي. نعم أحسنتي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شوفوا سبحان الله، الإنسان يخشع عندما يسمع ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو القرآن الكريم. ألم يأني للذين، لاحظتوا مو بألم يأ، لاحظوا زمن حركة الكسرة، ألم يأني للذين، واضح؟ طيب هنا من يقرأ لي هذه الكلمة؟ نعم تفضلي، أحسنتي. فقست، فانتبهوا للحركات، فقاست القاف طبعا مفخمة، مفخمة لأن عندنا الحرف القاف وعليها أيضا فتحة، يعني المرتبة الثانية. فقاست قلوبهم، ننتبه لضبط الحركات هنا في الكلمة. لاحظوا قلوبهم كلها مضمومة سوى الميم، قلوبهم، قلوبهم. على ماذا تدل هذه العلامة؟ علامة صلة ذكرناها في دروس مضت. علامة تدل، نعم تفضلي، ممتازة، على أن الوصل أولى من الوقف، لكن يجوز أن أقف؟ نعم يجوز أن أقف، بارك الله فيكم. هنا ننتبه يا أحبابي أيضا للنون المشددة، وننتبه للفتح، فكثيرا بنسبة عالية دائما هذا الحرف دائما يخطأ في حركته. إن المصدقين والمصدقات، فانتبهوا
يا أحبابي. لاحظوا تفخيم الراء هنا في وأقرضوا قرض أجر كريم. لاحظوا الفرق الآن. الفرق هنا في نطق الراء، أجر كريم كري ري، وهنا رو. إذن هنا تفخيم وهنا الراء مرققة. لماذا رققناها؟ لأنها مكسورة. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، أحسنتم. هنا وضعت سؤالين كما ترون على الشاشة. ما نوع المد هنا؟ حتى جاء أمر الله جاء. تفضلي. أحسنتي، مد واجب متصل، بارك الله فيك. وهنا لمعرفة الفرق بين المدود، هنا طبيعي وهنا هذا المد بالرسم العثماني مولاكم، إذن هنا مد طبيعي، بارك الله فيكم. واضح يا أحبابي؟ هل هنالك أي سؤال؟ نتابع. استمعوا إذن للآيات معي. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بارك الله فيكم يا أبنائي على حسن الاستماع والإنصات. نتابع مراجعة ما بقي لنا. تأملوا معي الآن الآية. لاحظوا وضعت بعض العلامات على بعض الكلمات التي تصدر أيضا فيها يعني الخطأ في حركاتها أثناء قراءتها. فمن تقرأ لي هنا هذه الكلمة في الآية 25؟ من يقرأ لي هذه الكلمة؟ نعم، أحسنتي 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 بالقسط. نعم، ضبطت السين فلم تنطقها صاد، بالقسط بالقسط طبعا. ولاحظت معها ما شاء الله عليها، عندما وقفت على الطاء قلقلتها لأنها أصبحت ساكنة. ممتاز. من يضبط لي حركة هذه الكلمة؟ تفضلي. من ينصره ورسله. أحسنتي. وننتبه لضبط الحركة هنا، رسله رسله. لاحظوا هنا دائما يحدث خطأ في هنا رسله وهنا برسوله، فتنتقل دائما هذه الكلمة عندما أستمع إلى البعض إلى هنا. فتأملوا اضبطوا الفرق في الكلمة رسوله وهنا رسوله برسوله وهنا ورسوله ورسوله. انتبهوا، واللام مفتوحة عليها فتح، ورسوله وهنا برسوله. واضح؟ برسوله. تمام، بارك الله فيكم. من يقرأ لي هذه الكلمة أيضا؟ نعم، تفضلي. ثم قفينا
فينا أحسنتي أحسنتي. أريد أيضا هذه الكلمة مع هذا ومع ما قبلها في الآية، تفضلي. أحسنتي ورهبانية ابتدعوها، ممتازة، بارك الله فيك. هنا لاحظوا، هنا يلا أيوة أسمع، يؤتكم كفلين، انتبهوا للحركة ما تحت التاء، يؤتكم كفلين، طبعا كفلين يعني نصيبين، واضح. وهنا أيضا اللام، لطالما أسمع الكثير من الخطأ في ضبط هذه الكلمة بالنسبة للام، لئلا إذا بكسر اللام، فاضبط الحركة. ألا يقدرون على شيء، ألا يقدرون، طبعا قلقلنا القاف، فانتبهوا اضبطوا الحركات. فيه أي سؤال؟ نستمع الآن. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصات. الحمد لله أنهينا مراجعة سورة الحديد وما قبلها أيضا من سور، سواء كان في الحفظ أو التلاوة. في السابق وضعت لكم جدولا أذكر فيه ماذا أعلم، ماذا أود أن أتعلم، وأنا إلى نهاية الفصل وصلنا إلى آخر فقرة. ماذا تعلمت بعد هذه الرحلة مع القرآن الكريم خلال الفصل؟ تعلمت أن أعظم الله
وكتابة. تعلمت الإخلاص لكي أحقق الأجر والمثوبة من الله. تعلمت تعاهد القرآن بالتلاوة والحفظ لكي لا يتفلت مني. تعلمت كيف أصحح النطق بالقراءة وأنا أحفظ وأتلو القرآن. تعلمت كيف أستخدم جدول التصويب ومتابعة الحفظ. تعلمت معنى التركيز وفائدة التركيز عند التلاوة والحفظ. تعلمت الاهتمام بترتيل وتحسين الصوت بالآيات. تعلمت ما المقصد بأدوات الحفظ وفائدتها لثبات حفظي. تعلمت أن التسميع الدائم المستمر يساعدني في حفظ آيات الله وتثبيتها. تعلمت أن التدبر والتأمل الآيات هو الطريق السليم لحفظ سليم كما كان يفعله السلف الصالح. تعلمت معنى أن أربط بين الآيات وأربط أيضا بين المتشابهات في اللفظ. تعلمت أن أهتم بوقتي والمكان الذي سأحفظ أو أتلو فيه كتاب الله. تعلمت أن أهتم بتجويد الآيات وبالعلامات التي أراها في المصحف، لأن هذا سيساعدني في تحسين تلاوتي وحفظي. تعلمت أن أهتم دائما بتحديد مقدار حفظي. تعلمت شكر الله، شكر الله على نعمه العظيمة التي لا تحصى. نشكر الله عز وجل على أن أنهينا هذه الرحلة مع القرآن الكريم. نشكر الله ونحمده القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله على نعمة تمام وإنهاء هذا المنهج المبارك مع كتاب الله. شكر وتقدير. أوجه هذا الشكر والتقدير لأولها بلادي المملكة العربية السعودية، المملكة التي دائما دائما سباقة وتهتم بهذا المنهج العظيم، لأنها دولة قامت على الكتاب والسنة فتهتم بالقرآن الكريم وتعليم طلابها وطالباتها لهذا القرآن الكريم. قرآننا العظيم حياة القلوب، لا بد أن نتعاهده ونعمل به أيضا في حياتنا ونستغل الأجازة في مراجعة ما حفظنا. شكر وتقدير أيضا لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على اهتمامه بالقرآن الكريم والسنة النبوية، فقد رصدت جوائز كثيرة من أجل حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتفسيره وتجويده. وأيضا شكر لوزارتنا وزارة التعليم التي هيئت لنا هذا المكان الذي دائما نتدارس فيه شتى العلوم، وأعظم هذه العلوم القرآن الكريم. وشكر أيضا وتقدير لقنوات عين التي تبث هذه الدروس وتساهم بجهودها في نشر هذا العلم. وشكر مني لكم يا أحبابي يا أبنائي وبناتي على مشاركاتكم وعلى تلاواتكم وعلى حفظكم. لا تنسوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن. أوصانا صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن وعدم تركه. احرصوا يا أحبابي على متابعة وتلاوة القرآن دائما. إلى هنا استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أزكى السلام. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مادة علوم إدارية 1 مبادئ الإدارة. اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن المنشآت الصغيرة، فلنبدأ على بركة الله. تعريف المنشآت الصغيرة هي المنشآت التي عادة يمتلكها فرد واحد وتتمثل في المحلات الفردية للبيع بالتجزئة، مغاسل الملابس، معامل الإنتاج، مغاسل السيارات، ورش الإنتاج، المكاتب السياحية، المنشآت الصناعية الصغيرة، المطاعم، كل هذه أمثلة على المنشآت الصغيرة. عادة ما يمتلك المنشآت الصغيرة فرد واحد فقط هو من يمتلكها، فهي من المعايير التي نقيس من خلالها عدد ملاك ذلك النشاط. كذلك هنالك مجموعة من المعايير أخرى سنستعرضها معكم بعد قليل بإذن الله عز وجل. على الرغم من أن المالك الفرد قد يستعين بالبعض لإدارة الأعمال الإدارة في المنشآت الصغيرة، إلا أنه في أغلب المنشآت الصغيرة يتولى المالك نفسه مهمة الإدارة. تتعدد التعريفات التي تعالج مفهوم المشروعات الصغيرة، قد تختلف من دولة إلى أخرى، فدولة تكون فيها منشأة صغيرة وفي دولة ثانية ذات المنشأة تكون ما يوازيها منشأة متوسطة أو كبيرة والعكس. فهنالك مجموعة من المعايير التي من خلالها نقيس هل المنشأة هذه منشأة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. ما هي هذه المعايير؟ أولى المعايير هو عدد العاملين، وثانيها رأس مال المنشأة أو المشروع. فمتى ما كان عدد العاملين في المنشأة قليل ومحدود كانت هذه المنشأة منشأة صغيرة، وكلما زادت أعداد العاملين في تلك المنشأة كلما أصبحت متوسطة أو كبيرة إن كان عددهم كبير جدا. كذلك رأس المال، كلما كان رأس المال قليل ومحدود كانت هذه المنشأة صغيرة، وكلما زاد وعظم كبرت هذه المنشأة حتى كانت منشأة كبيرة. كذلك من المعايير حجم الإنتاج وكذلك قيمة الإنتاج. حجم الإنتاج عدد المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة. إن كان المنتجات عددها قليل فتعتبر منشأة صغيرة، إن كان العدد كبير فتعتبر منشأة كبيرة. كذلك قيمة الإنتاج، قيمة ما تنتجه، كم المبلغ الذي تعادله. إن كان المبلغ الذي تعادله مرتفع فتلك منشأة متوسطة أو كبيرة، إن كان القيمة منخفضة فتلك منشأة صغيرة. أحيانا تنتج الجهة عدد منتجات قليل لكن قيمة تلك المنتجات عالية جدا، فالقيمة قيمة الإنتاج مهمة جدا في تحديد هل المنشأة هذه صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. فقعد المنشآت التجارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة أكثر من 700 ألف منشأة تجارية، وتمثل المنشآت الصغيرة ما نسبته 95% من إجمالي عدد السجلات التجارية. السمات الرئيسية للمنشآت الصغيرة: أولا رأس المال المستثمر فيها يكون صغيرا، كذلك يكون رأس المال كله أو الجزء الأكبر منه مملوكا لصاحب المنشأة، كذلك يتولى شخص واحد إدارة المنشأة وعدد العمالة في المنشأة يكون قليل. ذكرنا جزئيتين قبل قليل في المعايير وهو عدد العاملين ورأس المال. كذلك من يتولى إدارة المنشأة في غالب الأحيان يكون هو مالك المنشأة نفسه، هو من هو مالكها وهو من يدير تلك المنشأة. أما رأس المال فيكون الجزء الأكبر منها أو كله لمالك ذلك المشروع. أهداف المنشآت الصغيرة: هنالك عدد من الأهداف الخاصة بالمنشآت الصغيرة التي لأي مشروع بغض النظر عن حجم هذا المشروع أو المنشأة. والمنشآت الصغيرة ترتبط أو تربطها مجموعة من الأهداف العامة المترابطة والمتكاملة مع بعضها بعضا، والتي هي منها ما هي تلك الأهداف. أهداف المنشآت الصغيرة: أولا الخدمة، ثانيا الربحية، ثالثا الاستمرارية، رابعا التوسع والتطوير. ماذا نعني بالخدمة وهي من أهداف
المنشآت الصغيرة، حيث يتحتم على أي شخص ينوي إقامة أي منشأة يقدم خدمة للمجتمع المحيط بهذه المنشأة، وذلك من خلال إنتاج وتوزيع السلع والخدمات وإشباع حاجات أفراد المجتمع لها. مهم جدا من يريد أن يقوم بإنشاء منشأة صغيرة أن يراعي ذلك المجتمع وينظر ماذا يحتاج وماذا يتطلب هذا المجتمع، ثم يقدم الخدمة التي تناسب ذلك المجتمع. هذا من أهداف المنشآت الصغيرة. كذلك من أهداف المنشآت الصغيرة الربحية. يعد الربح مكافأة لصاحب المنشأة نتيجة الجهد الذي قام ببذله في خدمة عملائه وتقديم السلع والخدمات التي يحتاجون إليها، ولذلك كان الهدف الأول هو الخدمة، فبدون رضا العملاء عن السلع أو الخدمات المقدمة فلن تحقق المنشأة أي أرباح، ومن ثم سوف تكون مهددة بالإفلاس. والأرباح تعد حافزا لصاحب المنشأة للتوسع وتنمية هذه المنشأة، مما يعني خلق فرص وظيفية جديدة لأفراد المجتمع. الربحية من أبرز أهداف المنشآت الصغيرة، فما قامت تلك المنشأة إلا لأن صاحبها يريد أن يربح ويجني المال بما يوفر له حياة أكثر رفاهية وأكثر استقرار وغير ذلك. فمهم جدا تحقيق الربحية، كذلك لتحقيق التوسع يتحقق من خلال تلك العوائد المالية التي تأتيه من خلال المبيعات أو الخدمات التي يقدمها. ولا شك أن تلك الربحية التي يحققها والتوسع والتطوير الذي سنتحدث عنه بعد قليل سيخلق فرص وظيفية للشباب والشابات في المجتمع. كذلك من أهداف المنشآت الصغيرة الاستمرارية. لا بد أن يكون من أحد أهم الأهداف التي وضعها مالك المنشأة الصغيرة أن تستمر هذه المنشأة، وذلك في حالة نجاحها وتوسعها المستمر وزيادة معدلات الأرباح سنة بعد الأخرى. فمن غير المعقول أن تكون المنشأة لها عائد جيد يدر على المالك ويقوم بأنهائها. مهم جدا أن يضع مالك المنشأة الاستمرارية نصب عينيه، فلا يجعل أن تلك المنشأة تقوم لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو أقل أو أكثر ويكتفي بتلك السنوات، بل لابد أن يكون هدفه أن تلك المنشأة ستستمر إلى بشكل دائم، ولكي يضع الأهداف المختلفة ويسعى إلى النمو وتطوير تلك المنشأة، لأنه إن وضع أنها مدتها محدودة فسيتثاقل عن تطويرها ونموها، وكذلك لن يضع تلك الأهداف بعيدة المدى والتي ستقوم بتحقيق له الأرباح والتطور شيئا فشيئا وينمو خطوة خطوة. بعد ذلك من أهداف المنشآت الصغيرة التوسع والتطوير. يجب أن يهتم صاحب المنشأة الصغيرة بتوسيع منشأته وتطويرها. وكثيرا من المنشآت الكبيرة كانت منشأة صغيرة في يوم من الأيام، وقد تبدأ المنشأة بالتوسع تدريجيا من خلال فتح فروع جديدة في بعض أحياء المدينة، وقد يلي ذلك فتح فروع في مدن أخرى، وقد يأخذ التوسع منحنى آخر، وذلك بزيادة الطاقة الإنتاجية أو إضافة خدمات جديدة للمستهلكين. التوسع والتطوير مهم جدا، فكما قيل من لم يتقدم تقادم، فمهم جدا أن يقوم بالتوسع وتوسع في عدد الفروع، في المنتجات، في غير ذلك، وكذلك التوسع في الفروع. يقوم التوسع والتطوير بإضافة منتج جديد في نفس مكان المنشأة، أو كذلك إضافة منتج جديد، أو كذلك زيادة الطاقة الإنتاجية. فمثلا كان في السابق ينتج بما قيمته مثلا 100,000، يقوم بزيادة ذلك إلى 150,000 وهكذا، أو يقوم بفتح فروع سواء كانت في نفس المدينة أو في خارج المدينة أو حتى في خارج الدولة، لكنه لا يفتح الفرع إلا بعد أن يدرس ذلك دراسة جيدة حتى لا قد يتكبد شيئا من الخسائر في حال أنه فتح تلك الفروع ولم يتم دراستها ودراسة ذلك التوسع بشكل جيد. بعد ذلك الخصائص اللواجب توافرها في الشخص لينجح في تأسيس منشأة صغيرة: القدرة على تحمل الأخطار ومعرفة كيفية حسابها، القدرة على اتخاذ القرار. كل هذه لابد أن تكون موجودة في الشخص الذي يريد أن يؤسس منشأة صغيرة: التخطيط للأعمال ودراستها قبل الدخول فيها، كذلك استخدام الوقت بكفاءة، القدرة على قيادة الناس وتوجيههم، كذلك القدرة على الابتكار والإبداع،
يعتمد على نفسه ويعتمد عليه الآخرون، يثق في نفسه وفي قدراته، قدراته الصحية والبدنية تلائم طبيعة العمل، الإصرار والمثابرة نحو بلوغ الهدف، الرؤية المستقبلية، النجاح لديه أهم من الثراء، فالنجاح يجلب الثراء. كل هذه الخصائص، كل هذه الخصائص مهم جدا أن تكون متوفرة موجودة في صاحب المنشأة حتى يحقق نجاحات باهرة، حتى يحقق نجاحات باهرة. فهذه مجموعة من الخصائص جيد أن تتأملها وتضع لنفسك خطة شخصية لبناء هذه المهارات والخصائص، حتى إذا ما أردت أن تنشئ منشأة خاصة بك تكون قد وفرت تلك الخصائص وامتلكتها في نفسك، فتستطيع حينئذ إنشاء منشأة خاصة بك. بعد ذلك خطوات المنشآت الصغيرة، هنالك مجموعة من الخطوات: البحث عن أفكار وفرص استثمارية للمشروع، التوصل لفكرة محددة للمشروع، إعداد دراسة جدوى للمشروع، إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع، الحصول على التمويل اللازم للمشروع، اختيار موقع المشروع، كذلك تأسيس المشروع وتشغيل المشروع، وبعد ذلك المتابعة والتقييم. كل هذه خطوات تأسيس المنشآت الصغيرة. أولا نتحدث عن الخطوة الأولى، وهي البحث عن الفرص الاستثمارية والتوصل لفكرة محددة. عند بداية البحث عن فكرة للمشروع يحتاج الأمر إلى البحث عن الأفكار والفرص الاستثمارية المتاحة. مهم جدا أن تتعب وتبذل جهدا في البحث عن أفكار، فتبحث عن أفكار جديدة ومبتكرة وتخدم البيئة المحيطة، كذلك أن تدرس تلك الفرص الاستثمارية التي تستغلها بما يتناسب مع فكرتك. حينما تتواءم الفكرة مع الفرص لا شك أنك ستحقق بإذن الله عز وجل نجاحا باهرا. ويفضل أن تكون مناسبة لميولك وقدراتك ومهاراتك إذا كنت صاحب المشروع، ليبدأ إنشاء المشروع بطريقة سليمة. يعد وبعد تشغيل المشروع تحتاج بعض المنشآت أيضا إلى بحث دائم ومستمر عن الفرص الاستثمارية. لماذا نبحث عن تلك الفرص المستثمارية؟ لأن كما ذكرنا أنك تحتاج إلى التوسع والتطوير، كذلك إلى ابتكار منتجات جديدة أو خدمات جديدة، لأنك لابد أن تتوسع وتطور حتى تستمر وتنافس في السوق. وعادة ما يتم نشر بعض الفرص، هذه الفرص الاستثمارية في الصحف، كما يمكن التعرف على الفرص الاستثمارية من خلال الغرف التجارية والصناعية. ثانيا الخطوة الثانية دراسة الجدوى، وتعرف دراسات الجدوى الاقتصادية بأنها أسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح أو فشل مشروع معين أو فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي، وذلك في ضوء قدرة المنشأة وإمكانياتها. في المنشأة الصغيرة يجب أن يقوم المالك بإجراء هذه الدراسة قبل المخاطرة بالدخول في فرص استثمارية قد لا يحمد عقباها، ومن الممكن أن تقوم بذلك ببعض الجهات الخاصة المتخصصة في دراسة الجدوى. أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية وأهدافها: تساعد دراسة الجدوى الاقتصادية في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة للمنشأة، كذلك توضح دراسة الجدوى الاقتصادية العوائد المتوقعة مقارنة بالتكاليف المتوقعة من الاستثمار طوال العمر الافتراضي للمنشأة، كذلك بعض الجهات التمويلية تلزم بدراسة الجدوى مثل البنوك التجارية، بعض الجهات الحكومية تلزم بدراسة الجدوى. ولا شك أن دراسة الجدوى هي تفيد مالك المنشأة أكثر من تلك الجهات التمويلية، حيث أنك لن تخاطر بالحصول على تمويل أو المبلغ الذي لديك بإدخاله في مشروع وأنت لم تقوم بدراسة كاملة تفاصيله ومدى إمكانية نجاحه أو فشله لا قدر الله. كذلك من أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية وأهدافها: تساعد الدراسة على تقييم البدائل المتاحة وعمل مقارنات بينها وتسهم في الوصول للبديل الأمثل، كذلك تعطي دراسة الجدوى الاقتصادية صورة واضحة عن عدة جوانب تتعلق بالمشروع مثل العرض، الطلب، الإنتاج، المنافسة، توزيع الأسعار. مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية: أولا فكرة المشروع، تعريف عام بالمشروع، دراسة الجدوى المبدئية، دراسة الجدوى التفصيلية، تقييم المشروعات والاختيار بينها، تنفيذ المشروع. أولا فكرة المشروع، حيث يتم التعرف على الفكرة التي ينوي مالك المنشأة تنفيذها، وتحدثنا عن الفكرة قبل قليل. تعريف عام بالمشروع، تعريف بالمشروع مقوماته وماهية المنتجات المزمع تصنيفها أو تسويقها.
في دراسة الجدوى الخطوة الثانية بعد الفكرة هو توضيح ما هو ذلك المشروع وما هي المنتجات التي سيتم إنتاجها أو تلك الخدمات التي سيتم تقديمها. تأتي بعد ذلك الخطوة وهي دراسة الجدوى المبدئية، حيث يتم تحديد مدى إمكانية تنفيذ الفكرة من الناحية النظامية ومدى توافقها مع اللوائح والأنظمة. مهم جدا في الدراسة المبدئية قراءة والاطلاع على الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك النشاط في الجهات الحكومية المختلفة، والتأكد من أن النظام يسمح بإقامة ذلك المشروع أو تلك المنشأة كما خططت له وكما هي فكرتك، لأنك ربما تبذل جهدا واسعا وحينما تأتي لبعض التراخيص تكتشف أنك مخالف للأنظمة، وبالتالي سيضيع جهدك هباء هباء منثورا، وكذلك سيضيع كثير من مالك لأنك لم تقوم بالإطلاع على اللوائح والأنظمة. ومهم جدا أن تطلع على تلك اللوائح والأنظمة، وهذه تكون في دراسة الجدوى المبدئية. بعد ذلك دراسة الجدوى التفصيلية، وتتناول فيها 4 جوانب: القانونية والسوقية والفنية والمالية. تقييم المشروعات والاختيار من بينها، إن كان لديك مجموعة من البدائل والخيارات سواء في الأفكار أو حتى في بعض الموردين أو غير ذلك، تختار وتدرس البدائل وتختار ما هو أفضل الأفضل من بين تلك البدائل. أخيرا تقوم بتنفيذ المشروع. بعد ذلك إعداد خطة العمل، وخطة العمل هي مستند مكتوبة يحتوي على جداول ورسوم بيانية توضح بالتفصيل المشروع المقترح كما تبين الرغبات المتوقعة والنتائج المحتملة من هذا المشروع. ويمكن أن نقول أنها خريطة توضح الطريق لصاحب المشروع، ومن الممكن أن يستفاد من بعض الجهات. هنالك بعض الأسئلة لابد أن تجيب عليها في إعداد الخطة: ماذا أرغب في أن أحققه؟ ماذا أريد؟ كذلك كيف أصل إلى ما أريد؟ ما هي المشاكل التي ستواجهني وكيف سأتغلب عليها؟ وما هي الفرص وكيف أستثمرها؟ مزايا إعداد خطة المشروع: استعرضنا مجموعة من المزايا. الجهد المبذول يعطي صاحب مشروع إحساس بالمشروع وأهميته، كذلك يستفيد صاحب المنشأة من الدراسات التي ستجري من خلال الخطة الموضوعة، وكذلك مجموعة من المزايا الأخرى الخاصة بإعداد خطة العمل. محتويات الخطة العامة للمشروع: ملخص المشروع، وصف عام المشروع، معلومات تسويقية عن المنشأة، الإدارة وتخطيط طرق التمويل وقنواته والملاحق. هذه محتويات الخطة العامة للمشروع. أولا ملخص المشروع هو عرض مختصر عن المنشأة يبين الملامح الأساسية للمنشأة، وتكون من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي المنشأة؟ ما هو نشاطها؟ لماذا تم اختيار هذا النشاط؟ كيف سيتم العمل في هذه المنشأة؟ أين يقع مكان هذه المنشأة؟ وصف عام المشروع يتم تفصيل كثير من النقاط: تاريخ النشاط، المنتج أو الخدمة وغير ذلك. معلومات تسويقية تتناول من هم العملاء المستهدفون، من هم المنافسون، ما هي الحصة المتوقعة وغير ذلك، كل هذه يكون في المعلومات التسويقية. الإدارة: من سيدير هذه المنشأة وكيف سيكون هيكلها التنظيمي والشكل القانوني. تخطيط طرق التمويل وقنواته: من أين ستحصل على التمويل وما هي الإيرادات المتوقعة. وأخيرا الملاحق، وهي ما لم يذكر في الخطوات السابقة. بعد ذلك اختيار موقع المشروع، هذه كلها أمور مهمة جدا أن تتناولها في أي مشروع أو أي منشأة. نحن سنركز على موقع المشروع بحكم أهميته، لأنك ربما تحقق نجاحا باهرا في مشروعك لأنك اخترت موقعا مميزا، وعكس ذلك قد تفشل مع أن مشروعك فكرته مميزة جدا لأنك اخترت موقعا سيئا. مثلا على سبيل المثال، موقع محل تجاري لبيع الزهور يختلف عن موقع محل تجاري لبيع قطع السيارات. كذلك اختيارنا لموقع مشروع تجاري لبيع المواد الغذائية يختلف إن كان وسط حي سكني مكتظ بالسكان وإن كان في منطقة سكنية جديدة، كذلك إن كان على شارع رئيسي أو في أحد الشوارع الفرعية. بعض الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع المنشأة: أولا القرب من الأسواق، ونقصد به أن تكون قريبا من المستهلكين والعملاء بشكل قريب، مثل المواد الغذائية، مثل بعض الأسواق، بعض المتاجر، لابد أن تكون قريبة
من العملاء أو المستهلكين، بخلاف بعض الأنشطة مثل المصانع وغيرها من الأنشطة المشابهة لها قد تكون بعيدة عن العملاء. فمهم جدا تحديد عملائك من، وهل مهم القرب منهم أو لا؟ إن كان مهم فلا بد أن يكون موقعك قريب منهم. سهولة الحصول على المواد الأولية اللازمة مثل المنشآت الصناعية، الحاجة للأيدي العاملة، فإن كان يحتاج إلى أيدي عاملة بمواصفات معينة لابد أن تكون المكان الذي أو الموقع الذي تستختاره قريب من تلك الأيدي العاملة التي ستعمل في ذلك النشاط. دراسة القوانين والأنظمة المحلية وتحدثنا عنها وأهميتها الشديدة. بعد ذلك المنافسة، دراسة القوانين والأنظمة، فربما تمنع الأنظمة اختيار بعض المواقع وتسمح بمواقع أخرى. المنافسة فتختار الموقع الذي يكون فيه المنافسة أحيانا شديدة وأحيانا لا يوجد لديك منافس. بعض الأنشطة يفضل أن تكون في مكان لا يوجد لديك منافسون، لكن بعض الأنشطة الأخرى مهم جدا أن تكون بجوار تلك المواقع التي تشابه وتتشابه مع نشاطك، لأن الناس يتوجهون مباشرة إلى ذلك المكان، مثل محلات المفروشات على سبيل المثال. بعد ذلك توافق النشاط مع قيم وعادات المحيط بالمنشأة، مهم جدا أن تختار النشاط الذي يتوافق مع قيم وعادات وقيم المجتمع حينما تختار ذلك الموقع. مثلا عند فتح ملحمة لتبيع لحوم الأبقار في محيط مجتمع يفضل لحوم الأغنام أو لحوم الإبل وغير ذلك. سهولة الوصول إلى الموقع، وهذا كذلك من الأمور جدا المهمة أن تراعيها حين اختيار موقع المنشأة. توفر الخدمات العامة، مياه، كهرباء وغير ذلك. معوقات تواجه المنشآت الصغيرة، عدم كفاءات الإدارة، نقص الخبرة عند مالك المشروع، الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي، النمور غير المسيطر عليه، الموقع غير الملائم. تحدثنا عن كل نقطة من هذه النقاط في معوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة. بعد ذلك النشاط في صفحة 122، وهو لتقييم ودراسة نفسك، هل أنت تتوفر فيك الخصائص التي تؤهلك لتكون صاحب المنشأة؟ هنالك مجموعة من النقاط تضع إجابة نعم أو لا حسب ما تراه من نفسك، هل تتوفر فيك هذه الخاصية أم لا، وتجيب على كامل تلك الأسئلة، ثم بعد ذلك ترى هل نفسك مناسب وملائم لذلك النشاط. هذا النشاط موجود لديكم في الكتاب في صفحة 122، واستعرضنا معكم كاملة تفاصيله بشكل مفصل، وشرحنا كل جزئية في هذا النشاط بأكثر تفصيلا في السابق. بعد ذلك تضع درجة نعم أمام الإجابات التي وضعت أمامها نعم، وتقوم بجمعها. إذا حصلت على درجة مرتفعة تكون شخصا مناسب، أما إذا كنت حصلت على درجة منخفضة تحتاج إلى مزيد من التطوير وتنمية ذاتك والعمل في مشروعات مشابهة كموظف، ثم بعد ذلك ممكن أن تستقل بنشاط مستقل. في الختام، لا يسعني أعزائي الطلاب والطالبات إلا أن أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، استمتعنا واستفدنا معكم، كان فصلا جميلا ومميزا ورائعا معكم، أسأل الله لكم التوفيق والسداد في اختباراتكم، فصلا مميز جدا، حفظكم الله ورعاكم، شكرا لكم مجددا، دمتم بسعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أبناء الطلاب. اليوم بإذن الله نتحدث عن الوحدة السادسة، الدرس 39 والدرس 40 و 41. فنقول بسم الله. المرحلة الثانوية، نظام مقاراة مسار إنساني، المستوى الثالث، الفصل الدراسي الأول، المادة تاريخ. موضوع الدرس هذا اليوم الوحدة السادسة، الدرس 39 والأربعون الواحد والأربعون، إعداد أستاذ بندر المطلق. أهداف الدرس لهذا اليوم: الهدف الأول أن يتعرف الطالب على شخصية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. الهدف الثاني أن يذكر الطالب جهود الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في تأسيس المملكة العربية السعودية. الهدف الثالث أن يرسم الطالب خريطة مفاهيم لأهم إنجازات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. الهدف الرابع والأخير أن يعي الطالب أهمية مصادر التاريخ الوطني. شخصيتنا هذا اليوم شخصية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وهو الدرس 39. الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود ولد في الرياض في عام 1293 من الهجرة، وهو مؤسس المملكة العربية السعودية في عام 1319 من الهجرة. أما من حيث شخصيته فكان شخصية حاكمة وقيادية أسهمت في نشر الاستقرار في المنطقة، ووحد المملكة العربية السعودية، نهض بقوة من الله عز وجل ثم بقوة ساعده ووحدة هدفه ونبل مقاصده ومساعدة رجاله الأوفياء، فلما شعث القبائل وتفرق المدن كذلك والبلدان والحواضر، ووحد صفوفها في دولة واحدة، وهو الذي قادها بحنكته إلى طريق الرقي والنهضة. أما من حيث شخصيته فقد اتسمت شخصيته بالمهابة والقوة وقوة إرادة والحزم والرأفة والعدل وحسن السياسة والرؤية الثاقبة والتخطيط والتدين وحسن معاملة الآخرين والعطف والكرم. إذن هذه شخصية الملك عبد العزيز آل سعود الملك المؤسس رحمه الله. شخصيته اتسمت بالمهابة وقوة الإرادة والحزم والرأفة والعدل وحسن السياسة، كما اتسمت بالتخطيط والتدين وحسن معاملة الآخرين والعطف والكرم. أما من حيث نشأته فقد نشأ في عناية والده الإمام عبد الرحمن ووالدته الأميرة سارة بنت أحمد بن محمد بن تركي السديري، وتلقى تعليمه على يد عدد من المعلمين والعلماء، وكان شبابه المبكر يتحمل مسؤولياته. إذن منذ صغر سنه كان يتحمل المسؤوليات، وهذه مسؤولية طبعا هيئته فيما بعد لقيادة وإنشاء وإعادة ملك أجداده وإعادة الدولة السعودية مرحلتها الثالثة، وهي المملكة العربية السعودية. جهوده في تأسيس المملكة العربية السعودية، كما تعلمون قصة الملك عبد العزيز الملك المؤسس عندما غادر الكويت باتجاه الصحراء في الدهناء، وانتقل بعد ذلك إلى الأحساء وصحراء الجافورة، بعد ذلك إلى يبرين، ومن يبرين وصل، كان يسير في الليل ويقف في النهار، حتى وصل إلى جبل الشقيب بقرب من الرياض. هنالك وزع رجاله الذين كان عددهم 63 رجلا، ومن هنا اقتحم القصر في قصر المصمك، واستطاع القضاء على ابن عجلان وإعلان أن الحكم لله ثم للملك عبد العزيز، وذلك في الخامس من شوال من عام 1319 من الهجرة. إذن هذه جهود الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله في تأسيس المملكة العربية السعودية. كان كذلك في مقدمة الجيوش عند التحرك، وأصيب بكثير من المعارك، حتى إن الطبيب الذي فحصه قبل وفاته رحمه الله تعجب من كثرة علامات المعارك وأثارها على جسده، فيقول: إنك تقرأ تاريخ المملكة العربية على جسد الملك عبد العزيز. من صفاته كذلك أنه كان لا يحقد على أحد،
بل كان يعفو، وكان معظم رجاله فيما بعد هم من خصومه، وكذلك كان رؤوفا وكريما ومحبا لشعبه، وكان كذلك يضع مجالس ليفد إليه الضعفاء ويقدموا حاجتهم بين يديه. كذلك سعى في عندما طبعا وحد المملكة العربية السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية في عام 1351 صدر المرسوم الملكي، هنا بدأت عملية التنمية والتطوير، وإن سبقتها قليلا وتوجه إلى التعليم وإلى الصحة وإلى الأمن. فإن التقدم الذي عمل الملك عبد العزيز لتحقيقه خطأ فيه عشرات قليلة من السنوات، خطا تستغرق قرونا طويلة، فقد أعاد إعمار الحرمين الشريفين وإنشاء مباني جديدة ومعاهد ومستشفيات، ومد طرق وبنى موانئ وأرصفة، كذلك اهتم بجانب الصحة، واهتم كذلك بجانب الكهرباء، أصدر عددا من الأنظمة، وابتعث المواطنين لتدريب ودراسة خارج البلاد، كذلك اهتم بإنشاء القطاعات العسكرية، كذلك من سيادته وحكمته تعامل مع الدول العظمى مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وجنب المملكة العربية السعودية الدخول في مشاكل الحرب العالمية الثانية. كذلك كان ذا أسلوب دبلوماسي، واستند فيه إلى ما يحقق المصلحة العامة للبلاد، ونجح في ذلك، وقاد بلاده بكل حكمة وذكاء واستقلال فريد من نوعه في عالم السياسة الدولية وتجنب الأزمات الدولية، بل استفاد منها لمصلحة بلاده، وأصبحت المملكة ركنا لمواقف الشرف والدعم لقضايا العرب والمسلمين والاستقرار للسلام العالمي. كذلك جاء اختيار المملكة العربية السعودية كعضو مؤسس لهيئة الأمم المتحدة من بين 50 دولة في العالم، يدل على حسن سياستها وكذلك نجاحها، كذلك تحقيقا لرؤية الملك عبد العزيز ونتائج سياسته، اختيرت المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة 20. أما من حيث وفاته رحمه الله، فقد توفي في عام 1373 من الهجرة. شخصيتنا الثانية في الدرس 40 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ولد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الرياض، وذلك في عام 1354، وتلقى تعليمه على أيدي عدد من العلماء والمشايخ، واستفاد من عناية والده المؤسس الملك عبد العزيز، وكذلك بمتابعته لأبنائه التحق بمدرسة الأمراء في الرياض مع إخوانه وتلقى تعليمه الأساسي فيها، احتفلت به مدرسة الأمراء بختم القرآن، ولم يتجاوز عمره في ذلك الوقت 10 سنوات. من حيث نشأته حفظه الله، نشأ الملك سلمان بن عبد العزيز في كنف والده الملك عبد العزيز ووالدته الأميرة حصة بنت أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن تركي السديري، التي عرفت بعنايتها الخاصة بأبنائها من حيث صقل شخصيتهم والحرص على تعليمهم. أما من حيث شخصيته، فقد اتسمت شخصية الملك سلمان بن عبد العزيز بقوة التأثير والحزم والمثابرة في العمل والبحث عن المعرفة والقرب من الناس ومعرفتهم وتعرف كذلك أحوالهم وتاريخهم، كما تميز بالكرم والإدارة الحاسمة والانضباط الدقيق في مواعيده، وكذلك تميزت شخصيته بالذكاء والحكمة ومعالجة الأمور، لذلك أصبح بمثابة المرجع للأسرة الحاكمة في وحكيمها. وعرف عنه كذلك زيارته لبيوت وكذلك العناية بالآخرين وزيارتهم في بيوتهم، وزيارتهم كذلك الاطمئنان على صحتهم وعيادتهم في المستشفى. ومن مميزات شخصيته حسن التخطيط والمتابعة والمساندة ومتابعة مساندة الأعمال الدائمة التي يقوم بها التي يتولى مسؤولياتها. أما من حيث مسؤولياته، فقد تولى
المسؤولية منذ سن مبكرة، وقد كان نائبا لأمير منطقة الرياض في عام 1373 وعمره لم يتجاوز 19 عاما. كذلك كان سندا لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة، وبعدها بعام واحد أصبح أميرا لمنطقة الرياض. استمر في إمارة المنطقة مدة تزيد عن 50 عاما، أصبحت الرياض فيها منطقة حديثة ومتطورة تطورا تضاهي به مدنا كثيرة في العالم. وفي عام 1432 أصبح وزيرا للدفاع، وكذلك ثم بعد ذلك وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء في عام 1433. وفي عام 1436 تولى الملك سلمان حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد. أبرز إنجازاته للملك سلمان حفظه الله إنجازات على المستوى المحلي والمستوى السياسي والمستوى الإغاثي. أما على المستوى المحلي فأصدر عددا من الإصلاحات الرئيسية للقطاع الإداري والحكومي بتأسيس أجهزة جديدة وإلغاء أجهزة أخرى ودمج أجهزة في أخرى لتحقيق الكفاءة، كما شمل الإصلاح تطوير القطاع المالي وآليات القياس والمتابعة والخصخصة والتنسيق ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أصدر عددا من قرارات لتمكين المرأة السعودية وتهيئة القطاع لاستيعاب ذلك. ومن الجوانب الإصلاحية الأخرى محليا صدور عدد من الأنظمة التي تحافظ على البيئة والمجتمع. أما على المستوى السياسي أصبحت السياسة الخارجية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله فاعلة ومؤثرة نتيجة لمكانتها وإمكاناتها ومبادئها، فقد تحرك الموقف السعودي لحماية الشرعية في اليمن، وكذلك محاربة الإرهاب والتطرف ومساندة الجهود الدولية لدعم الاستقرار في المنطقة العربية. أما على المستوى الإغاثي فقد جاء تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تتويجا للجهود المتواصلة للملك سلمان في خدمة المحتاجين وإغاثتهم منذ بدء حياته العملية، وتصل خدمات هذا المركز إلى أكثر من 55 دولة. أما من حيث محبته للتاريخ والتراث فالملك سلمان حفظه الله قارئ للتاريخ وكذلك قراءة واعية، وحاكى فيه ذلك والده المؤسس رحمه الله، وأصبح متابعا ومدركا لقضاياه وجوانبه، وألم بتاريخ الدول والأسر والقبائل. ولقد ذكر عدة مرات أن أحب ما لديه عندما يتجه إلى القراءة في برنامجه اليومي أن يقرأ موضوعا في التاريخ، ونتيجة لقراءاته الواسعة والمتواصلة أصبح لديه مكتبة خاصة مميزة فيها موضوعات مميزة كذلك بموضوعاتها ومحتوياتها. وتبرز نتائج عناية الملك سلمان بالتاريخ والتراث في دعمه الكبير لإدارة الملك عبد العزيز التي أصبح رئيسا لمجلس إدارتها منذ عام 1417 من الهجرة، وشهدت نتيجة لذلك تطورا كبيرا حتى أصبحت اليوم من المؤسسات الوطنية الرائدة في تحقيق أهدافها. ومن أبرز إنجازاته كذلك مبادرته المعروفة بالاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك في عام 1419. كذلك من أبرز إنجازاته حفظه الله إنشاء مكتبة الملك فهد الوطنية والعناية بها وبتطويرها. كذلك من مبادراته حفظه الله تمثلت في إنشاء جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز من خلال عمل خيري اشترك فيه أهالي مدينة الرياض للاحتفال بعودة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز من رحلته العلاجية. أما أعماله الإنسانية عرف عن الملك سلمان عنايته الخاصة بالأعمال الإنسانية وأولويتها في برامجه وخططه، فقد اعتنى ببرامج رعاية الأيتام والمعوقين ومرضى الفشل الكلوي وزراعة الأعضاء وكذلك جمعيات البر.
كذلك أصبح رئيسا للكثير من الجمعيات الخيرية، نذكر منها على سبيل المثال رئيس للجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض، رئيس كذلك جمعية البر بالرياض، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض، جمعية الأمير فهد بن سلمان لأمراض الكلى، ومشروع بن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج. كذلك من صفاته محبته لمحبة الخير للجميع، خصص جزءا كبيرا من حياته لمساعدة المسلمين في كل مكان من طريق عن طريق طبعا لجان جمع التبرعات وبرامج إغاثية مختلفة، وشملت هذه برامج دولا ومختلفة، من ذلك رئاسته للجنة التبرع لمنكبي السويس عام 1375، اللجنة الرئيسية لجمع التبرعات للجزائر عام 1375، اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي باكستان في عام 1393، كذلك اللجنة العليا لجمع التبرعات لانتفاضة القدس بمنطقة الرياض في عام 1421، والبرامج الخيرية كثيرة ويمكن الاطلاع عليها في الكتاب. أما من حيث التطوير، أصبحت الرياض اليوم مدينة ومنطقة نموذجا ناجحا للتطوير والإنجاز برعايته ومتابعة خاصة من لدن الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، فلقد نظر إلى الرياض بعيون المستقبل، فبهر الجميع بما آلت إليه اليوم الأمور اليوم، وسار في التطوير على نهج مدروس ومنظم، وبنى مؤسسات لتحقيق ذلك حتى أصبحت نماذج ناجحة ومميزة في الإدارة والتنفيذ، فمنهجيته تطوير مدينة الرياض، والآن هيئة تطوير بوابة الدرعية تقفان بكل شموخ معالم شاهدة على شخصية الملك سلمان الثاقبة والواعية بأهمية البناء والتطوير، فعند رئاسته لهيئة تطوير مدينة الرياض مدة تصل إلى نحو 40 عاما نفذت برامج إنشائية وبنى تحتية كبيرة جدا ومشروعات عملاقة في الرياض، حتى أصبحت الهيئة نموذجا يحتذى به في التخطيط والدراسة والتنفيذ. أما من ناحية التقدير العالمي والمحلي، فقد حظي الملك سلمان نتيجة لجهوده وأعماله بتقدير محلي وإقليمي، حيث حصل على العديد من الأوسمة وكذلك الأوشحة، ومن ذلك وشاح العاصمة ووسامها في عام 1389 من الهجرة، كذلك حصل على وسام الكفاءة الفكرية من الملك المغرب الحسن الثاني في الدار البيضاء في عام 1409 من الهجرة، ووسام البوسنة والهرسك الذهبي لدعمه وجهوده في قضية البوسنة والهرسك مع الرئيس البوسني عزة بوغوفيتش في عام 1417 من الهجرة، درع الأمم المتحدة كذلك لتقليل آثار الفقر في العالم عام 1418 من الهجرة، وأوسمة عديدة حصل عليها حفظه الله. موضوع الآن مصادر التاريخ الوطني. في المملكة العربية السعودية هنالك مصادر مهمة نستقي منها معلومات التاريخ الوطني الخاصة بالمملكة العربية السعودية، هذه مصادر موثوقة وهي عبارة عن جهات رسمية يمكن الرجوع لها وأخذ معلومات وافية حول تاريخ المملكة العربية السعودية. هذه المصادر هي مكتبة الملك فهد الوطنية، ثانيا دارة الملك عبد العزيز، ثالثا المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. التقويم، السؤال الأول يقول: ارسم خريطة مفاهيم لأهم المنجزات التي تحققت على يد الملك المؤسس، ما هي هذه المنجزات التي تحققت على يد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله؟ أهم هذه المنجزات: 1 مؤسس المملكة العربية السعودية، اهتم بالتعليم والصحة والأمن، اعتنى بالحرمين الشريفين، كذلك بناء الطرق والممانئ وإنشاء سكة حديد الرياض الدمام. السؤال الثاني: تحدث عن شخصية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. الإجابة تقول: اتسمت شخصية الملك سلمان بن عبد العزيز بقوة التأثير والحزم والمثابرة في العمل والبحث عن المعرفة والقرب من الناس،
ومعرفتهم وتعرف أحوالهم وتاريخهم، كما تميز بالكرم والإدارة الحاسمة والانضباط الدقيق جدا في مواعيده، ومن جوانب شخصيته كذلك ذكاؤه وحكمته في معالجة الأمور، حتى أصبح مرجع الأسرة المالكة وحكيمها، وعرف عنه العناية بالآخرين وزيارتهم في بيوتهم وحضور مناسباتهم والاطمئنان على صحتهم وزيارتهم كذلك في المستشفيات. السؤال الثالث، صف نشأة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. نشأ الملك سلمان بن عبد العزيز في كنف والده الملك عبد العزيز ووالدته الأميرة حصة بنت أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن تركي السديري، التي عرفت بعنايتها الخاصة بأبنائها من حيث صقل شخصيتهم والحرص على تعليمهم. السؤال الرابع، ارسم خريطة مفاهيم لأهم المنجزات التي تحققت على يد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. أهم هذه المنجزات، 1، منجزات على المستوى المحلي من تمكين للمرأة، دمج إدارات حكومية، وكذلك اعتنائه بالتعليم واعتنائه بالصحة، إنشاء عدد وزارات جديدة مثل وزارة الثقافة، منجزات على المستوى السياسي، ومنجزات على المستوى الإغاثي. السؤال الخامس، ارسم خريطة مفاهيم لبعض الأعمال الإنسانية التي اعتنى بها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. بعض الأعمال الإنسانية التي اعتنى بها، رئاسة بعض الجمعيات والهيئات، العناية بمرضى الفشل الكلوي وبرامج رعاية الأيتام والمعوقين، مساعدة المسلمين عن طريق لجان جمع التبرعات والأعمال الإغاثية. السؤال السادس أو السابع، ما هي مكتبة الملك فهد الوطنية؟ هي مؤسسة وطنية تعنى بأعمال التوثيق للإنتاج الوطني المعرفي، وتوفر بأقسامها المختلفة مادة علمية للباحثين. السؤال الثامن، اذكر أبرز المصادر التاريخية التي توفرها مكتبة الملك فهد الوطنية. أبرز مصادر التاريخ التي توفرها المكتبة، المخطوطات والوثائق وكذلك الكتب والصور والصحف. السؤال التاسع، ارسم خريطة مفاهيم لبعض المصادر التاريخية التي توفرها دارة الملك عبد العزيز. أهم هذه المصادر، 1، البحوث والدراسات، 2، المخطوطات السعودية، 3، الوثائق التاريخية، 4، التاريخ الشفوي، 5، الكتب والمؤلفات. السؤال العاشر، ارسم خريطة مفاهيم لمهام وواجبات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. الواجبات هي، 1، يتولى الإشراف على وثائق الدولة حفظا وتنظيما وتصنيفا وإيداعا. المركز بمنزلة الأرشيف الوطني تاريخ المملكة العربية السعودية. 3، مرجع للأنظمة واللوائح التي صدرت في المملكة العربية السعودية. السؤال 11، عرف المفاهيم التالية، الوثائق، المحفوظات، والمخطوطات. الوثائق هي أوعية المعلومات التي أنتجها الجهاز الحكومي أو استقبلها لتحقيق غاية ما، ولا يزال العمل الرسمي في حاجة إليها. أما المخطوطات هي الكتب المكتوبة بخط اليد قبل الطباعة. المحفوظات هي أوعية المعلومات التي أنتجها الجهاز الحكومي أو استقبلها لتحقيق غاية ما، وانتهت قيمتها العملية وثبتت لها قيمة ثقافية تستدعي حفظها حفظا دائما. إذن الفرق بين الوثائق والمحفوظات أن الوثائق ما زالت الحاجة إليها، أما بالنسبة للمحفوظات فقد انتهت الحاجة العملية إليها. وهذا، ونكون بهذا اليوم تحدثنا عن شخصيتين عظيمتين، الشخصية الأولى شخصية الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، والشخصية الثانية شخصية الملك سلمان حفظه الله. كذلك تحدثنا عن أهم مراكز التاريخ الوطني في المملكة العربية السعودية.
ألا وهي دارة الملك عبد العزيز، مكتبة الملك فهد الوطنية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قدمت الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتخيل نقدر نصنع عالم أفضل عن طريق البرمجة؟ شارك في مسابقة مدرستي تبرمج وحمل ماينكرافت النسخة التعليمية، وساعدنا نجمع بين قريتين عن طريق قوة البرمجة. راح تخوض تجربة المواطنة والتعاون مع جيرانك، وتقبل الاختلافات اللي تجعلنا فريدين من نوعنا. وحتى لو كنت جديد على البرمجة أو ماينكرافت، تقدر تبدأ بسهولة مع مركبات البرمجة أو النصوص، سواء في التطبيق أو حتى المتصفح. وتأكد أنه ما في حدود للي تقدر تسويه. ابدأ رحلة البرمجة مع ماينكرافت اليوم، وشارك في مسابقة مدرستي تبرمج. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، وهو ما يسمى بالتدخين القصري. انتبه، قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. الحمد لله. يرحمك الله، استخدم المنديل أثناء الكحة والعطاس، وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق. يعني كذا بالضبط. ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس، أو إذا كنت تخالط شخص مريض. أغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل. ولأي استفسار كلم الصحة 937. عش بصحة. فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد 19، وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات: كورونا فيروس ديزيز 2019. كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، وظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد، ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين. ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية.
وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس، تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليه أعراض المرض وأعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق في التنفس. وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي. ولأي استفسار كلم الصحة 937. عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد 19. أولاً، اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد 19. ثانياً، تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية. ثالثاً، الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة. رابعاً، جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط، وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض. خامساً، من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن 7 لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية. سادساً، في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات. سابعاً، تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها، ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان. ثامناً، أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك. تاسعاً، الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، ولا تختلف عن بقية اللقاحات. عاشراً، جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية. أخيراً، اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة. يترافق التدخين وتعاطي التبغ مع ظهور العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الصدفية، والإكزيما. فالمدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالصدفية بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغير المدخنين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. حافظي على جمال بشرتك بالإقلاع عن التدخين، واتصل الآن على 937 أو احجزي موعد عن طريق تطبيق موعد. العيادة والعلاج عندنا مجاني بكل سرية وخصوصية تامة. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد. عزيزي ولي الأمر، حرصاً منا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته. إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي، والتي منها: الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي، التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة، تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت. تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح، فاحرص دوماً على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب، ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه. وأخيراً، لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار، كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني. مدرستي في بيتي. الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد. من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ، إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد 19. اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد.
صفحات الإنترنت الاحتيالية. تخيل أن هذا منزلك، ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً. هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا، لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر. ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت. يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف، وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة، ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد. يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة. كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقال إلى موقع إلكتروني معين، فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح. وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادة، ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلي. مثال: لنذهب إلى منصة مدرستي، هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح، ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madrasati.sa. فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي، وذلك باستخدام عنوان مشابه. نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان، والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي. إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك، كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك، وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمي. لحماية نفسك: 1. اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته. 2. إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي، فلا بد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع. أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدمي إحدى منصات وزارة التعليم، فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي. إن التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف وفقدان السمع، فالمدخنين هم أكثر قابلية وبشكل ملحوظ للتعرض إلى فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء مقارنة مع غير المدخنين. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. قد تتشابه الفصول الافتراضية في أسلوب التدريس، لكن من المؤكد أن المعلم المبدع هو من يصنع الفارق في ذلك من خلال استغلاله إمكانات البيئة التعليمية الرقمية لبناء خبرات الطلبة ومهاراتهم. لذا توفر منصة مدرستي بيئة رقمية آمنة تضم مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي يمكن الإبداع بتوظيفها بشكل تربوي لتطبيق الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في التدريس. على سبيل المثال، استخدام أسلوب الفصل المقلوب، والذي يتم فيه قلب مفهوم الحصة الدراسية، بحيث يتعلم الطلبة المحتوى الذي يضعه المعلم على منصة مدرستي بشكل ذاتي، بينما يتم استغلال الفصل الافتراضي مع المعلم بحل الأنشطة والنقاش حول ما تعلمه الطلبة والإجابة على استفساراتهم. ومع منصة مدرستي يمكنك أيضاً تطبيق العديد من الاستراتيجيات التعليمية لتعلم النشط، وحتى يشعر الطلبة بالحضور الاجتماعي وعدم العزلة،
مثل تطبيق مجموعات العمل الإلكترونية والتعلم الإلكتروني القائم على المشروع والتعلم بأسلوب حل المشكلات والعصف الذهني الإلكتروني لتوليد الأفكار والخرائط الذهنية الإلكترونية والتي تساعد الطلبة على تعزيز الخبرة السابقة وربطها بالخبرة الجديدة، كما أن استخدامك للقصص الرقمية وأسلوب التلعيب يحفز الطلبة على التعلم ويثير انتباههم. ولا تنسى أن إبداعك كمعلم في التوظيف التربوي سوف يساعد على تنمية مهارات القرن 21 لدى أبنائنا الطلبة، مثل مهارة التعاون، التفكير الناقد، تحمل المسؤولية، مهارات البحث والاستكشاف، ربط الخبرات العلمية بالحياة الواقعية وغيرها من المهارات. وأخيراً عزيزي المعلم وعزيزتي المعلمة، لتزيد من قيمة خبراتك شاركها مع زملائك المعلمين. مدرستي منصة إبداعي. هناك ارتباط قوي بين تدخين وقابلية تغير لون الشعر إلى اللون الأبيض وحدوث الصلع وفقدان الشعر، وذلك حسب منظمة الصحة العالمية. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. معظم الناس يدركون أن تعاطي التبغ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة، ولكن الكثير من الناس يجهلون أن التبغ أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. فالتدخين يؤدي إلى تسرع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين، بالإضافة إلى حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. مسابقة مدرسة تبرمج اللي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة ترحب فيكم في مغامرة ماينكرافت قصة قريتين، راح تساعد قريتين على التعاون باستخدام البرمجة. تقدر تبرمج بالمركبات باستخدام ميك كود أو بالنصوص باستخدام لغة البرمجة بايثون. يلا نبدأ. أول شيء حمل أحدث نسخة من ماينكرافت النسخة التعليمية، وعلى منصة العودة للمدارس راح تلقى أدلة تساعدك زي دليل المعلم ودليل الطالب. سجل دخولك باستخدام حساب منصة مدرستي، اضغط على العب، ثم استعراض المكتبة، ثم الدروس، ثم علوم الحاسب، ثم ساعة برمجة، ثم اختر درس ساعة برمجة 2020، وبعدها اضغط على بناء العالم. أما إذا ما عندك حساب منصة مدرستي لا زال تقدر تشارك، افتح ماينكرافت النسخة التعليمية، اختر حساب تجريبي، وافق على الشروط والأحكام، اضغط العب، ثم ابدأ الدرس، ثم ساعة برمجة، واضغط على بناء العالم عشان تبدأ. في هذا العالم الصيادين والمزارعين يتشاركون نفس المنطقة لكن نادراً ما يتواصلون، مهمتك هي جمعهم بعضهم علشان يتعلمون ويتعاونون مع بعض. الرحلة تبدأ من عند القلعة، تعلم كيف تتحرك باستخدام لوحة المفاتيح والفارة أو عن طريق اللمس، اضغط مفتاح W عشان تتحرك للأمام. لما تقابل شخصيات في اللعبة مثل هذه الشخصية اضغط بالزر اليمين عشان تتفاعل معه، إذا احتجت مساعدة في القراءة أو الترجمة اضغط على أيقونة الكتاب واختار القارئ الشامل. الأنشطة الأولية راح تساعدك في تحديد لغة برمجة عشان تستخدمها، إما مركبات ميك كود أو نصوص بايثون. إذا كنت مبتدئ ننصحك تستخدم المركبات، أما إذا كنت مستعد لتحدي أكبر اختر لغة البرمجة بايثون. تقدر تقوم بكل الأنشطة مرتين، بلغة المركبات وبلغة بايثون. أول نشاط هو تحريك الوكيل مساعدك في البرمجة، حرك الوكيل إلين يوقف تماماً على المربع الذهبي. عشان تبدأ البرمجة اضغط على مفتاح C أو أيقونة الوكيل في أعلى الشاشة إذا كنت تستخدم شاشة باللمس. إذا كنت تستخدم جهاز آيباد تقدر تشوف دليل الدرس وراح يعلمك كيف تتحرك. حرك المركبات لتكوين البرنامج واضغط العب لما تكون جاهز لتشغيل برمجتك. خلنا نجرب النشاط باستخدام لغة بايثون، اضغط على مفتاح C وراح يطلع لك محرر النصوص. إذا استخدمت بايثون لازم تكتب الأوامر، انتبه وانت تكتب لأنه إذا في أخطاء إملائية أو أخطاء في تركيب الجملة البرمجية ما راح يشتغل البرنامج. اقرأ الأمثلة بشكل جيد ولما تكون جاهز شغل البرنامج. الوكيل راح يعطيك هدية،
ازرع الشتلة باستخدام البرمجة وراح تكبر كل ما تقدمت في رحلتك داخل القريتين. ارجع وشوف تقدمك بعد كل تحدي، تحرك باتجاه الباب عشان تدخل القرية وتبدأ باقي التحديات. تأكد من قراءة اللافتات وزيارة الصيادين أو المزارعين، ما يهم من تزور أول، هذه رحلتك أنت. بعد ما تدخل القرية راح تقابل شخصيات كثير تقدر تتكلم معاها، كل قرية فيها شخصيات مختلفة تتكلم عن المواطنة والتعايش. ابحث عن الشخصية اللي فوقها علامة استفهام صفرة عشان تعرف تحديات البرمجة. عشان تتفاعل مع الشخصية قرب منها واضغط بالزر اليمين. اقرأ المهمة واختر إذا تبغى تنفذها الآن ولا بعدين. بيكون معك جهاز يساعدك تتنقل في الخريطة، تعيد التحدي، توقف أو تحصل على تلميح. عشان تستخدم الجهاز اضغط على الرقم 1 في لوحة المفاتيح وبعدها اضغط عليه بالزر اليمين إذا كنت تستخدم الحاسب. أما إذا كنت تستخدم جهاز بشاشة لمس اضغط على الشريط مباشرة. تعالوا نشوف تحدي حماية مزرعة الشمندر. المزارعين يعتقدون أن الثيران الخاصة بالصيادين تسرق الشمندر من مزارعهم ويحتاجونك تبني حاجز عشان يحمي محصولهم. اضغط على حرف C وحرك المركبات عشان يبني الوكيل الحاجز حول المزرعة بالكامل. إذا تبغى تعيد التحدي تقدر تعيد النشاط بدون ما تخسر أي شيء من اللي برمجته. إذا احتجت إلى تلميح استخدم الجهاز أو تكلم مع الشخصيات. راح تتعلم أهمية معرفة كل الحقائق قبل ما تفترض شيء عن الناس أو المواقف. ممكن مو الثيران اللي سرقت المحصول. الآن تقدر ترجع عند القلعة وتشوف قديش كبرت شجرتك. خلونا نعبر الجسر ونروح قرية الصيادين. راح نستعرض هذا التحدي باستخدام لغة بايثون. إذا تبغى تبدل بين اللغتين في الدرس لازم تعيده من البداية. في هذا التحدي راح نبرمج الوكيل عشان يحرث الأرض ويجهزها. راح يحتاجها المزارعين في تعليم الصيادين كيف يزرعون. في هذا النشاط تقدر تستخدم التكرار في بايثون. اقرأ المثال الموجود في محرر النصوص بشكل جيد. خلونا نشوف باقي التحديات الموجودة. تقدر تساعد المزارعين أنهم يصعدون التلة العالية لزيارة أصدقائهم الجدد. هنا راح توضح للمزارعين أن الثيران حيوانات لطيفة حتى لو شكلها مخيف. ابني رصيف يساعد الصيادين في تعليم المزارعين كيف يصيدون الأسماك، وفي هذا النشاط راح تساهم في إصلاح مصعد الساحر. تذكر أن كل تحدي تقدر تحله بأكثر من طريقة، وإذا واجهتك صعوبات تقدر تطلب المساعدة من معلمك أو زملائك. إذا انتهيت من التحديات الستة لا تنسى تزور شجرتك، أكيد صارت كبيرة. في الأخير اضغط زر الهروب Escape على لوحة المفاتيح عشان تخرج من الدرس، ثم اضغط على زر لقد انتهيت للحصول على شهادتك في ساعة برمجة. ننصحك بتجربة جميع الأنشطة بلغة المركبات وبلغة بايثون، ومهم انك تجرب التعاون والتعاطف مع جيرانك وتتعلم التعايش والمواطنة. هذه القيم مهمة في الحياة مثل ما هي مهمة في البرمجة. كن مبرمج وشارك في أول مرحلة من مسابقة مدرستي تبرمج، وابدأ ساعة برمجة الآن.